كبيره مع صاحبه تو. اسمعني يا بابا برحمه ثاني خليني شيخ ايش بيك تعمل لك انت تو هذا مسيبه خليني شدو هما مراد ايش قلت تجمنين هما ما تجمنين لك عندهم مثل كم منزل طميم ولا تجمنين لك بتونس منزل بورقيبه منزل بورقيبه يا رعبوك سفارة ما انت برقيبة خير مخش من تونس كم يا سيري يا سيري انا ود قباجي ود سوسة انا ود كورنيس ود قباجي انا ود جعفر احكي لك انا احكي لك حكاية زبورة من بو جعفر اللي تربي انا خدمت فيهم انا اكبر بس ايه يا مرا وقف مرا وقف مش كركيرة العوق صاحبنا يفضلك وكل شيء مش كركيرة يا سيابة سيبنا منك سيبنا منك سيبنا منك لغة قالت شبك كبشت اني اكبر بزنس اني اكبر بزنس سوسة انا بيمي خرجني ركبت سيف على بيمي قتل بيمي كبالله اسمح لي تعرفة نحكي سبع لغات شبرغن زي دوتش شبرغن زي دوتش هاك فايت العوق بزوز لغات العوق يحكي خمسة انت لا سبعة. لا يا مال الفايت حتى تقرنش بالعوق كاسو دوتش شبرغن اي شتي ما بيش ببورسكو سمعني من المان انا بلاش انا بلاش شتي ما بيش ببورسكو انت مالبو كان احكي لك شكون عندي انا كان احكي لك شكون عندي اسمع خذ الميكرو خذ الميكرو عيط اكثر اكثر ما سمعناكش خذ الميكرو الصوت ضعيف صوتك يقص صوتك يقص لا لا خلي الميكرو هذا يعني قول له اعطيني الميكرو خلينا نحكي ايش اقول لك حاجه اني شتي مو بيش بوبولسكو برافا داي نندرلاند مال بورقي بسكول اك بخريف تخوت نندرلاند يعني انت يا بابا يا ياسين شيخاوي ايش كيف جماعتك الحي النهضه تاع الزبي ايش تقول لك حاجه نهضه عامل انت تحكي عندك الشرف تحكي مع بالليل صاحب السكي ميمي حمدي العوني صاحبي السكي ميمي خلاص مكرم وسعيد صاحبي حمدي راهو على الاخر حمدي صاحبك يا ولدي استنى 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 بالليرج انت اسمك بالليرج ولا عيطولك استنى استنى, استنى. لا ما اسميش انا اخير استنى ساعة انت مكرز ولا تحكي تفدلك ساعة مانيش فاهم خاطر انا مكرز عليك قلت لك كركير العوق حبيت انا اقول لك كلمة انت حشيته لي مع صاحبي ودغل لا والله لا 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 ما نحشيلكش مع صاحبك هو يعرف يا اخي خسيس العوق هذه عاد تحشي لا عاد لا خلي مراد خلي مراد شوريك حاجة زبورة خلي نوريك حاجة يا العوق خذ مراد حشي مراد الروج انا داخل ما نعرفوش مراد اه قول اه وسكي ميمي صاحبك قاعد انا وياه في برا وسط البحر توا ابعث له ميساج في كوال قول له قاعد احكي له الروج توا صحابي عم اخر شبيك بابا مكرز عاد هكا توا ساعة دار ظاهر ساحب جو بابا شبيك هكا مكرز في دارك وكذا كنت عامل جو اسمعني يا سيخاوي شد بياسك شد بياسك اهو صاحبك اهو صاحبك سكي ميمي قاعد انا وياه في برا وسط وقتها هذايا وقتها هذايا عندي جمعتين قعدت انا وياه في براوس يا زي بابا قعدت اش قال جبتك مراد اخزر اش قال قحبوج اخزر اش قال ها واش قال اخزر اش قال خويا الحمد لله بارك الله على خويا خويا بارك الله خويا بارك الله على وكذاك هذاك باش تقسم به ربي ان شاء الله حاضر في الكومباي مرات الروس الاولاد مرات الروس ما قالوش هذا شيخاوي بتاع الزبي هذا بتاع النهضه بتاع الزبي وليه ريت الشيخاوي هذا شنو دخلوا شيخاوي شنو دخلوا شيخاوي متربي معليش انت ترميت وحدك كان كاني نحكي مع اولاد بلاد نعرفهم حتى السكي ميمي وطحومتي قال لي سلم على مراد الروج ومراد الروج كان يعرف ماهر الروج ماهر الروج اسمع يا بلير شو اسامه معلم راهو بتاعنا اسامه راهو والله تحفوني شنو شنو مكرز يا اخي تكرز هذاك حبي نكلوك وكاع الاحمر حبي لك تعرف الازرق على الاحمر بطاريه الازرق على الاحمر ايه يا ودي صاير ما ليه يفادلك يا ودي صاير ودي اسمع يا عم صالح اسمعني اسمع ما غير تكريز راني مبكري يفادلك وسلسل الحكايه بتفادلك دونك سيب علينا مكان شيخاوي نتاع الزبي وكل لغه تو نحكي بمنطق خلينا طلعت نفادلك راني انا مش طلعت باش نتعرف معاك ليه ما تكلمنيش ليه ما طلعتش باش نجلغ راني انا طلعت نفادلك راه انا طلعت نفادلك باش انت ما تكرزش وخاطر بديت تخدم وخرجت فيديو قريب باش تجيب لنا مضمون وكل الضمان الاجتماعي نفادلك راني كان قلك تو نهبط نرمي رحمة امي عطاني فضلك معك او تحشيلك انت تو ركبت لك ليه انت قريب باش تخرج لي ياك الكرني تاع سي ان اس اس راك
خرجت بيزيو خرجت بي نخدم هاي تبع الحكومة ايش اقول لك ورحمة امي فلك معاك ركبت لك ورحمة امي ايه والله على تركيب لي انا فاتر تشبت في الراجل انت تسمي في انا باسم الراجل هذاك المشكلة را انت تسمي في انا باسم الراجل ليه اي خاطر خوه صاحبي معنى ينجم يكون خوه يتفرج يقول لك يسب لي في خويا فهمت شنو الحكاية اودي عندك شرف تشبل الشيخاوي شبيه ركبت لك انت تو اسمعني لايف زبور نحب نضحك ونلعب برحمه فوق رجعنا لوقي غني بالاسمع برجولي يا ما برجولي ما عادش احلى وكذا صوتك برجولي شرقع صح صوتي يعني والله صوتك يشرقع والله قسما بالله سمعني مراد وينه العوق وينه والله اسمع مو مشكلتي نبدا نحكي العوق اسمعني ريتني حتى نبدا في دار العوق رجعنا خويا جو العوق راني فدلك عليك اوكي طلعت فدلك عليك اوكي ما كارز ولا شيء خلي عايز اقول لك حاجه انا بحكي لك حكايه زبوره حطاني في دار العوق هو زين نعم 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 هذا العوق كان يقربك من الدار الليله حتى هو بحذاك نورمال نمشي عندي دار اخرى عندي طليقه نمشي بك بحذاك اسمع سيدي كيما العوق هذا بلاد سيدي كلها يبلين عليه حتى هذا مشيش اي واحد يقعد مع العوق مش في بيتكم ريت يا عود ريت يا عوق ريت يحكي عليك بالليل صاحبك احلى مراد مراد نعم بوزين بفضلك يا خويا والبلاد راهو وحمدي السكي ميمي سلم عليك راه سلم علي برشا خويا نحبه برشا ذاك كنا مخيين خويا خاطر اسمعني تسكت نايك خلنا نحكي عفوا خلنا نحكي برا نايك يا عوق يحكي معك تكا ويني نمشوما يا عوق نمشوما ويني انا في دار هو الذيل اي حتى في داره لازم يعطيك نمشوما ما فماش نحكي لكم لغة زاك زاك ريتو زاك ورحمة أمي أنا هذا 10 سنين نعرفه في السويد في يابلة ورحمة أمي ورحمة أمي هذا كان يبوس الزاك يزرعه العوق يبوس الزاك الزاك زكريا العوق كان يبوس الزاك يزرعه يبوسه كهو يزرعه اسمعني يا بلير توا احنا طلعنا باش نعملوا ضحكة واختنا من مشاكل واختنا ما نحبوش بلير حط لنا غنية اسمع بتاع سيلين ديون يا العوق غني هنا هذيك دي بادي تاي لا لا بطل الزب شحط نعرف غني وغني قلت لنا الاخرى يا سامة لا 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 حط لنا ما يعرف ايش لو ما خلطش عليها هذيك صغيره يا مراد شنو اسم هذيك انا عارفها انا راهو اني بزنس نعرفها ما الله بس كان ماني هيز جاد از هم بيليف نعرفها اه اوكي عرف والله اللي انا عارفها انا حتى انا ما اعرفش شنو اسم فروم اكتب فروم فروم جاي باي باي مساج للزاك وكان هو ولد حومته والحكاية كله راه العوق كان يبوس كزرع يا بالله اختانا ليه خلينا منه خلينا من الحكاية هذية ولا خلينا نفجكه كل صعب وخيال خلينا هكا عاملين جو برجولي مراد تعرف يوسف ونظار يوسف ونظار يوسف نعرفه يوسف اوكي تبع يتبع فيا هو يوسف هذاك وصاحبي تزيري ما هو تزيري يوسف ايه ملا انا با حطنا الاغنية انا با برسمك انا با حطنا الفن انا وياه اخويا ذاك يوسف انا باقوله بالله يقول لك عارفي خدم معايا 5 سنين في البحر وخذاه امريكي مشى لامريكا وبعد هزته لفرنسا والله والله جات بريود نحكي انا وياه كل يوم صحابي على الاخر فخر راجل يعمل فيديوهات اسال اسال سعيد دلاص ومكرم دلاص والسكي ميمي يوسف انا باق كان يخدم عندي في البحر واخذ بركه يعني فما يوسف انا باق ما شاء الله اخويا ملا بدل ملا يا ولدي العوق وين يا ولدي مولا الكونت وين يا اخي تيراتيت الكونت بتاعي يا سامي يا سامي فكيتو له عملت له فكيتو له خلينا نحكي مع الراجل يوسف انا ضا انا كنت عارفه في البحر ولا توا 5 مرات اولمبياد ربي معاك وعملت تكاس عبد العوق قال له يرحم بوك وقال له محلاك يا عوق بدنك توا شفته محلاك قال له سكسيالة بيها وكشد الرجل اخويا ربي معاه ان شاء الله ربي يعطيها لقد قلبه والله يا ربي معك بابا امك من العوق بابا انا بابا شويه فن بابا عاش انت بابا كله مع العوق كثير كثير رد بالك بابا بابا شويه فن برسمين انت ساعات وسيمه تطلع فيني كلهم بكلام رد بالك فهمت اللغة اللي طيب زكما ما عادش تعودها فانا نحن اصحاب يا لغة يا بش بيك الزيت ما عادش تحكي ما عادش تعودها وسيمة بالحق شبيك كرزت انت يا ودي انا لغة شبيك كرزت لا لا ما تدارس كلمة لغة حشوية خلنا نرجع الغناء يا زب خليك يا والله اسمع مرميك حتى لغة صاحبك كرز راه صاحبك لبس انا مرميك حتى لغة ما كرزت ما كرزت كل وقت قبالت نيكو غني زبور جباتش جراندي يا عوق يا عوق والله يا عوق احنا ما نرميوش يا عوق احنا ما نرميوش كلام على بعضنا احنا وخيان ونضربوا على بعضنا فدلك انت والله انت فهمها قال لي رميت كلام ربي يهديك عوق
عطيني غنيه هذيك يا زبي. لا 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 وينو تحبوا على الليل ما فهميش اليوم حتى يا ولد بيت الكاميرات نكنا هذه بتاع بلطي غنيها على جندوب بين حط غنيه زبور هاي ايش لي جوكم من زونه من الفن انا حب على الفيلم شنو لو ماني يا نجينا السلام عليكم حفنا حفنا شوي وعملنا جو فهمني شو مشرشنا شويه اليوم ولا بيلع العوق اليوم اليوم شرب ليش مشلشلها؟ ليك تحربوش في الزي. نموت ما تعملش كيسين العوق في الخفيفة. ليه يا مراد؟ أنا كيسين مش في قهوة أنا. يا أخوي قهوة.